حضرت. ألف ألف مبروك، وأنت تستحقي أكتر من تكريم وزارة الثقافة، أنت تستحقي وسام الجمهورية على مشوارك الفني، ولسه عطائك متدفق وجميل، وربنا يديك الصحة يا رب، وأشوفك دايما في صحة وخير وجمال زي ما أنت. لا والله يعني بصي، هو احنا كان في فترة المسرح كان هادي شوية ومفيش مسرحيات، لكن احنا بقالنا يعني كام سنة دلوقتي في المسرح قطاع العام، عشان دلوقتي ما بقاش في قطاع خاص، في مسرحيات بتقدم حلوه جدا، والناس بيروحوا بتلاقي العدد كامل العدد كل يوم، فدي حاجه تفرح جدا وتوريك ان المسرح رجع يعني كويس بقوه. يعني الناس بتحب المسرح، الناس بتحب اللايف، وخصوصا لما تبقى حاسين ان مسرحيه هادفه. مش بص بقى كمان دلوقتي في حاجه جميله في المسرح، ان الناس ما بيروحوش للنجم بس، الناس بيروحوا لاسم المسرحيه، الكاتب، القصه، الناس بيروحوا فيها، فحلوه قوي. ماسكه مسرحيات ان شاء الله، هخرج مسرحيه قريب، وهعمل مونودراما برضو مسرح ان شاء الله قريب. طبعا ان شاء الله في رمضان. حضرت اقوى موقع فني.